في 2010 كنت قاعد ورا صاحبي قاعد اشوفه يلعب لعبة مافيا 2 على جهاز البلاي ستيشن 3، وللأمانة انبهرت من اللعبة هذه، مع العلم انه كان التسويق انا ذاك ما كنت منتبه من ناحية لعبة مافيا الجزء الثاني، لكن هذا هو الريماستر او الديفينيتيف اديشن نزل على البلاي ستيشن 4 وعندي كلام من ناحيته. طبعا راح تعيش المغامرة في امباير باي بشخصية فيتو سكالاتا، طبعا اسمه فيتو سكالاتا، مع صديقة جو. طبعا راح تبنون مشوار وتبنون مملكتكم وتنتسبون مع المافيا وتبلشون مغامرتكم، مثل طبعا الجزء اللي طاف. اذا انتم ما لعبتوا الجزء هذا اكيد انكم راح تستمتعون وتنذهلون من التقنية انا ذاك اللي قدمتها بسنة 2011 او 2010 اسف. لكن هني انا بتكلم عن شيء واضح من ناحية الريماستر، عادة يكون الريماستر شبه كامل إذا الشركة تعبت على اللعبة نفسها، مع العلم أن هانجر 30 ما اشتغلوا على اللعبة هذه، فقط استوديو تقريبا هم كلفوه أساس أنه يشتغل على الريماستر نفسه، وفي أخطاء تقنية طلعت. اوكي خلونا نتحكى عن البصريات. طبعا ما ادري اذا كنت اقدر اقول انها بصريات، اي اللعبه تدعم 4K HDR 30 فريم بالثانيه مو 60 فريم بالثانيه. انا مستغرب من الشيء هذا، لو كانت تدعم 60 فريم بالثانيه لصارت احسن، بس انا تعودت على 30 فريم بالثانيه من ناحيه التفاصيل والاشياء، يعني تقريبا البصريه اللي انا قاعد اشوفها. بس هم بعد الالوان والتكستشر الخامه والسيارات والمودل صار لهم تحسين كبير من ناحية يعني تحسين وتعديل وضبط الأجرح والإصابات والأشياء هذه تبين أو تكون يعني بارزة باللعبة نفسها، وهذا تقريبا الشيء الحلو، خصوصا أن الفويس أكتنج نفس ما هو، بس في أشياء للأمانة انشالت، مثل ثلاث نهايات انشالت خلوك على نهاية واحدة مرضية على حسب يعني رأي المطور نفسه. وكذلك يعني في بعض الأشياء شالوها مثل الميلي وابن أو الأسلحة اليدوية مثل السكين والبايب والعصا، وخلوهم بس إنه يكون على الفاير آرم، وكذلك البوكسات نفسها. هذا تقريبا الشيء يعني اللي أنا قاعد أشوفه، بس أبدا يعني اللعبة فيها تفاصيل حلوة أنت راح تستمتع فيها وأنت راح تستأنس فيها، واللي راح نتكلم عنها الحين. All the hot water you could ever want. وطبعا من التفاصيل العجيبة انك تقدر تبطل صنبور الماي وتبطل تقريبا الحنفية، وكذلك تفتح الثلاجة تاخذ صمونة، تبطل بيتات، تفتح الكبت. هذه تفاصيل صراحة يعني تعطيك شيء عجيب، وخصوصا يعني انا فضلتها من ناحية اكثر من جي تي اي 5. اسمعوني عدل لان النقطة هذه مهمة بالنسبة لي، لان اللعبة فيها ركادة انك تسوق السيارة وتستمتع بالسيارة وتستمتع بالبيئة، طبعا عكس جي تي اي 5. جي تي اي 5 فيها متعة كبيرة من ناحية انك تدش من الناس وتدح من الناس وتستمتع يعني باللعبة كما يحلالك، لكن مافيا 2 تحاول انك يعني قد ما تقدر تكون درب وعندك سيارة محترمة وتروح تنجز مهمتك وتخلص من مهمتك وترد بيتك وتنام سريرك وتقوم باكر الصبح، فهذا تقريبا اللي هو الستايل او الشيء المتكرر باللعبة نفسها. This way. This should take us to the street. هي طبعا انا راح اختم كلامي مع لعبة مافيا الجزء الثاني. طبعا في مشكلة بالديفينيتيف اديشن نفسها، المشكلة الوحيدة اللي هي الاخطاء على جهاز البلاي ستيشن 4. انا ما ادري عن نسخ الاكس بوكس 100 اكس بوكس ال 1 اكس او نسخ البي سي، لاني ما جربتهم، لان كانت تجربتي فقط محصورة على جهاز البلاي ستيشن 4 نفسه، وفعلا كانت في اخطاء واجد باللعبة. يعني على سبيل المثال مثل تلقى مرات سيارات مدفونة بالقاع، تلقى الناس يطلعون من القاع من كيفهم، كذلك الموسيقى تلعب بمكان ثاني، ويصير لها بعض الاحيان حالات دوبينج او يعني تكرار. وهم بعد في شغلة مزعجة صارت لي يعني اثناء اللعب، مثل يطلبون من عندي دايم اني اربط اكاونت 2K يعني طوال اللعبة، إذا تبي تخفي الرمز هذا أو تبي تخفي الرمز هذا لازم تسوي أكاونت 2K على أساس إنه يختفي الرمز هذا. ما أدري إذا كان هذا نظامهم على أساس إنه يقدرون يحاربون القرصنة أو شلون نظامهم، بس هذا اللي أنا شفته. Please,
no, this isn't your problem. الخبر الممتع بالنسبة لي انه راح تصدر ثلاثية مافيا، طبعا مع مافيا ريميك اللي هو الجزء الاول، اعتقد انه راح ينزل بشهر 7 او شهر 8 ممكن، اعتقد كذي، اعتقد يمكن بشهر 6 اذا ما خاب ظني. وهم بعد مافيا الجزء الثالث يعني متوفر حاليا مع لعبة مافيا الجزء الثاني اللي هي ديفينيتيف اديشن، كلاهما ديفينيتيف اديشن. ان شاء الله راح نلقي الضوء على لعبة مافيا الجزء الثالث، لكن ابسط او اهم يعني شيء بالنسبة لي اللي هو مافيا الجزء الاول ريميك. مع العلم اني سمعت يعني عنها اساطير وربع استمتعوا فيها في السابق، لكن هم بعد انا راح استمتع فيها وراح اشوف اللعبة. عموما اذا كنت بتاخذ لعبة مافيا الجزء الثاني انا اقول لك تريث شوي، انتظر لين ينزل ابديت يصلح بعض مشاكل اللعبة. واذا يعني مستعجل على اللعبة حيل، انا انصحك انك تاخذها على الاكس بوكس 1X او البي سي عشان انك تستمتع اكثر من غير اخطاء ومن غير مشاكل. فهذا رأيي عن لعبة مافيا 2، هي لعبة ممتعة واستمتعت فيها من البداية للنهاية، لكن الشيء المزعج اللي هو الاخطاء بنسخة البلاي ستيشن 4، اتمنى انها تصلح بسرعة وقت ممكن. In a massive and daring raid conducted by the U.S. Army Air Forces, the German capital is expected to fall. Listen, I got these extra gas stamps. You want them? They're yours.